إذا أكو بعض الأخوة المشرفين، أي إنسان جاي يخربط بالتعليقات عادي يودوه الأهلة، لأنه بالنتيجة إحنا ما عندنا وقت نضيع. أنا إيش طالع أساساً؟ لأن بعض الأخوة من الساعة كأنه حسيت إنه هم يعني ما أخذوا راحتهم بالسؤال لا أكثر ولا أقل. ما رأيك في بعض المعاملين اللي يحللون ما حرم الله ويمدح بالصوفية والبوذية؟ عزيزي ذول الناس مدعين، ذول الناس منحرفين، احنا ما مسؤولين عنهم. معمم يعني شنو؟ هي وظيفة؟ لا مو وظيفة. العمامة ليست وظيفة يا عزيزي، العمامة مجرد صفة للانتساب، انه انت تنتسب الى مؤسسة دينية. هذا الانتساب ما الى اوراق رسمية تثبت، ولا اكو اعتراف رسمي بانه انت تنتسب لهذا المكان. هذا الزيد اللي على انت منتسب فقط.